جمال إمارة الشارقة في فصل الصيف ذو طابع مختلف، والذي من شأنه أن يجذب السياح من كافة أفراد العائلة. ومن هذا المنطلق نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة متمثلة في برنامج وفر، برنامج الخصومات لموظفي حكومة الشارقة، معرضا ترويجيا بعنوان معرض برنامج وفر. احنا طبعا منتجع جديد افتتحنا في إمارة راس الخيمة بفبراير 2022، وان شاء الله بنقدم مع وفر اليوم افضل العروض اللي عندنا خاصة لموظفي حكومة الشارقة. ضمن عروضنا ان الاسعار تبتدي من 940 درهم شامل الضرائب والفطور لشخصين وطفلين، عندنا بعد فيلا مع برايفت بول، وبالاضافه بنقدم لهم اليوم في اي بي كارد اللي هي فيها خصم 25% على كل المطاعم عندنا بالفندق. ضم المعرض عددا من الشركات التي انضمت الى البرنامج بالاضافه الى الشركات المدرجه مسبقا والمعنيه بالقطاعات الترفيهيه والسياحيه والتعليميه وغيرها الكثير، لاستعراض خدماتها المتنوعه للموظفين وشرح نسبه الخصومات والعروض الترويجيه التي تقدمها كل شركه. احنا جايين هنا في فعاليات برنامج وفر عشان نعمل، يعني في عندنا خصومات بخصوص المايه، وسواء العبوات الكبيره او العبوات الصغيره جميع الاحجام بيكون في خصم خاص للحاملين بطاقات وفر، يعني بس بيكون حوالي خصم 20%. باقة من العروض الترويجيه الرائعه التي تقدمها الشركات هذه الفتره لدعم سياسه الادخار للمستفيدين من هذه الخصومات ولرفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق الرفاهيه.